مخلل، حفنة نقود، هاتف، بيضتان، وشوكولاتة. ما القاسم المشترك بينهما؟ لا أحد يعرف، لكنها جميعاً جزء من هذه الجولة. انتهيت. أهلاً، ألا نحتاج العلبة لهذا التحدي؟ لا بأس. جيد، يجب أن تشربيها بالكامل. هذه ليست بمشكلة لأوليفيا. يبدو أنك عطشانة. يا سلام، هذا منعش. المعذرة، لنبدأ الجولة. هل يمكنك نفخ هذه العلبة إلى الغرض الأول؟ هيا يا كلير، انطلقي. نعم، أنا بارعة في ذلك. مرحى، هذا مبهر، لكن انظري إلي. سأوصل العلبة إلى الهاتف. أوه، نجحت! كان ذلك رائعاً. هذا الطراز الجديد، صحيح؟ هدف كبير. هل تظنين أنك قادرة على التفوق يا كلير؟ أنا قادمة إليك أيتها النقود. لا أريد البيضتين، لا أحب البيض حتى. هل البيض نيء؟ مقزز. سأصل إلى النقود. لا، لا أريد المخلل الغبي. الأمر مضحك قليلاً. منذ متى وهو مكشوف على الطبق؟ لن أكله. أنا أكرهك أيها المخلل. آخر محاولة لك. ستكون هذه النقود من نصيبي. نعم، لقد فوتها بالتأكيد. سأريك طريقة فعل ذلك. كلا. لا بأس، قد تكون حالة ميؤوسة منها. يقع الأمر كله على عاتقك يا كلير. بالكاد أستطيع مشاهدة ذلك. لقد نفختها بقوة. لماذا لا أستطيع الوصول إلى النقود؟ هذه فرصتي الأخيرة، سأنجح هذه المرة. إنها ذاهبة، ذاهبة. أجل، لا أصدق ذلك. نعم، كل هذه النقود ملكي. أجرفة يا أوليفيا. شكراً. اليوم أنا غنية. ما الذي يفترض بنا فعله بكل هذا الماء؟ للعب بالكرة طبعاً. سأسدد الهدف من المحاولة الأولى. نعم، صدقتك. وانطلقي. نعم، دعيني أريك كيف. جاهزة؟ صوبي، ارمي الكرة. من المحاولة الأولى؟ الأمر سهل للغاية. سنرى ذلك. لا، حسناً يا أوليفيا، اهدئي الآن. أوه، أنت تعرفين أن كلير ليست الهدف، صحيح؟ الأمور تحمى هنا. أو مهلاً، لقد أصابت عيني. آسفة على ذلك. لقد حمي الوطيس. هذا مذهل. كيف يعقل ذلك؟ هدف! أنا بارعة في التصويب. يجب أن أسدد هذا الهدف. هذا الشعر يزداد ثقلاً. نعم، يا لي من ماهرة. حقاً، انظري إلي الآن. يا سلام، يا سلام. يجب أن أسدد هدفاً واحداً. حتى لو كان ذلك آخر شيء أفعله في حياتي. لنرى ما الذي بقي علي فعله. انتهيت من التزيين. سأتذوق الطعام.
انتهيت من اعداد الوجبات الخفيفة، لكن ماذا عن الموسيقى؟ هل هذا الشيء مشغل؟ لا يصدر منه أي صوت. لا يمكنني إقامة حفلة بدون موسيقى. هيا اعمل أرجوك. ألغيت الحفلة يا ناس. بعد كل عملي الشاق كيف يمكن أن يحدث هذا؟ إنه أمر محزن للغاية. بلى، هل يمكن لهذا الشيء أن يساعدني في تضخيم الصوت؟ يمكن لهذا الكوب مساعدتي أيضاً. اصنع مكبر صوتان باستخدام لفة مناديل ورقية. أحضر الشريط اللاصق وغطي الكرتون بالكامل، ثم اقطع شكل مستطيل من المنتصف، ثم خذ كوباً ورقياً واقطع دائرة منه هكذا. الآن اجمع القطع معاً. يجب أن تبدو بهذا الشكل، وفي النهاية أدخل الهاتف واضغط زر التشغيل. حسناً، هذا هو أملي الأخير. ستستمتع بلا بالرقص هذه الليلة. احتفظي بهذه الرقصات للحفلة. لا شيء يضاهي حفلة البيجامات. ما مشكلة التلفاز؟ ماذا؟ هل انفصل من المقبس أم ماذا؟ سأتحقق منه؟ لا أعرف، لابد أنه تعطل. لا يوجد لديك تلفاز آخر، صحيح؟ لحظة، ربما يمكننا الاستغناء عن التلفاز. هل أثرت اهتمامك؟ حان الوقت للتفكير خارج الصندوق. لكن يجب أن أفرغ هذا الصندوق أولاً. وجدتها. انظري كيف تبدو أسناني كبيرة. حسناً، لنبدأ العمل. على جانب واحد ارسم فتحة باستخدام العدسة المكبرة، ثم اقطعها بحرص باستخدام مشرط. هذا مكان العدسة، سيثبتها الغراء الساخن في مكانها. أعد الصندوق إلى وضعيته، ثم اتني مشبك ورق حتى يبدو بهذا الشكل. يمكن لمشبكين حمل هاتفك. ضع الغطاء وانتهيت. أصبح لديك جهاز عرض فيديو حقيقي. هذا المشهد مليء بالتشويق. هذا هو أفضل جزء. وعادت حفلة البيجامات يا عالم. يقضي آدم وقتاً رائعاً بلا شك، لكن للأسف يشعر الجميع بالملل. هذه الحفلة فاشلة. حدث ولا حرج. يصبح هذا شيء كبيرا حقا. لا يزال يكبر. أوه يا فتى، لقد فقد عقله. من رمى هذا؟ لست أنا، هذه متعتي. كم هذا الحفل ممل. حتى سأعود يا رفاق. املأ البالون بالماء، ثم ضع عليه القليل من اللوشن. افركه بيديك. استمر بفركه حتى يغطي اللوشن البالون بأكمله. وبمجرد أن تنتهي، استخدم مسدس الغراء الساخن لصنع أشكال صغيرة كهذه. ضع الأشكال حول البالون بأكمله. رائع. وعندما يجف، أمسك برأس البالون بحذر. وضع كوباً بالقرب منك. والآن قص رأس البالون. أرخي قبضتك حتى يخرج الماء. وعندما يفرغ، أخرج البالون. أترى؟ هل أنت مستعد لجعل الحفل أكثر حماساً؟ ما هذا؟ انظروا، سأضعه فوق مصباح الهاتف. والآن يمكننا الرقص. أخيرا وجوه مبتسمة. أنقذت الحفلة يا آدم.
هل يشعر ضيوف حفلك بالجوع؟ واو، تصبح الأمور جنونية هنا. حسناً، هناك قتال على الحلوى، لكن قبل أن ترتعد خوفاً جرب هذه الحيلة. يمكنك الاستعانة بعيدان المصاصات لتقسيم الآيس كريم إلى حصص، لكن من الأفضل أن تتعجل. استخدم سكيناً وقطع الآيس كريم إلى أجزاء. استخدم عيدان المصاصات كدليل لك. حصلنا بهذا الترتيب على 8 قطع من الحلوى. وقت الطعام. ها؟ هيا يا أصدقاء، اتركوا لي واحدة. ذكي جدا صحيح؟ ولم يتأذى أحد.